هل المني والمذي من النجاسات التي يجب غسلها بالماء من الثوب والبدن؟ أما المني فطاهر كما دلت على ذلك السنة، وأما المذي فنجس لكنه خفيف النجاسة يكفي فيه النضح بدون غسل ولا فرق. والنضح معناه أن يصب عليه ماء يستوعبه فيكون بمنزلة بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن. ولهذا نقول النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. نعم. فأما المغلظة فهي نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداث التراب، وجعل التراب في الغسلة الأولى أولى. والمخففة نجاسة الصبي الغلام الصغير الذي يتغذى باللبن لم يفطن بعد، نجاسة بوله خاصة. والثاني المذي فيكتفى فيهما بالنضح، بمعنى أن يصب الماء على المكان بدون أن يفركه أو يعصره. بقية النجاسات متوسطة يكتفى فيها بإزالة عين النجاسة ولا عدد لها، فإن قال قائل أليس النعل يكفي فيه المسح بالأرض إذا أصابت النجاسة وكذلك الخف؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس لأن النجاسة مخففة ولكن خفف طريق إزالتها للمشقة في غسل النعال وغسل الخفاف، فاكتب فيها بأن تمسح على الأرض حتى تذهب عين النجاسة. نعم.